ضم إلينا المدرب الجزائري مراد رحموني. كابتن مراد، مساء الخير. بداية، ما هي الأسباب الحقيقية لإقالته خلال هذه الفترة القصيرة؟ كابتن مراد، هل تسمعني؟ كابتن مراد، ألو كابتن مراد، لا أسمعك جيدا. نعم كابتن مراد، سعيد سؤالي عليك. ما هي الأسباب الحقيقية لإقالتك خلال هذه الفترة البسيطة من استلامك دفة التدريب؟ لا يوجد أي سبب يعني يدعو الإدارة لإقالة المدربين. يعني إذا كان هناك أسباب لا يمكننا أن نقول هناك سبب. الأسباب دائما ما تكون متعلقة بالنتائج أو التسيير. هناك ليس هناك أي أدنى سبب للإدارة. أن هناك سبب واحد وفقط وأوحد، أن الإدارة لا تملك الأموال والخاصة لدفع أجور كل الطاقم الفني، لذلك قررت إقالة المدربين بدون سبب. يعني هل تم إقالتك بتوجيه كتاب رسمي من الإدارة أم بطريقة شفهية؟ لا أسمعك جيدا، لا أدري لماذا. كابتن، هل تم إبلاغك بإقالتك شفهيا أم تم تقديم كتاب رسمي من قبل الإدارة؟ لأنه أعتقد هناك شرط جزائي في العقود عامة. الآن خرجنا في الحين، خرجنا مع في جلسة مع الرئيس لمدة 4 ساعات. حاول الرئيس أن يفعل شيء لم يتوقع أنه بقدرة الطاقم الفني فهم اللغة العربية. أقام بورقة كتب عليها قررت الإدارة إقالة المدربين لعدم قدراتهم وليس عندهم الكفاءة في التسيير. ونحن قال لنا امضي. قبل ذلك جرى حوار معنا مع الرئيس للتعويض. هو قال لنا اعوض لكم فقط شهرين. نعم. شهر من الاول، شهر اعوض لكم شهر. وهناك حيلة من الرئيس ايضا، قال لنا ان العقود التي امضيتم عليها لم تدفع بعد للاتحادية الأردنية، علما أنه لا يدري أننا أكثر حيلة منه. يعني هناك فيديوهات وعندنا كل شيء يوثق، وعندنا وثيقة معنا. نعم كابتن، ما هي إجراءاتك التالية بهذا الخصوص؟ نحن عندنا وكيل مع نتعامل معه الآن، يحضر في الخارج في نورفيجيا، يحضر الإجراءات التي تستوجب عملها، لأن هذه الإدارة تحاول أن تتحايل فقط لسبب واحد، أنهم يريدوا إقالة المدربين لعدم حضور المال. يعني ليس لديهم. نعم. لكل اللاعبين نعم. أغلبية اللاعبين 90% ذهبوا. هناك 5 لاعبين اشتكوا للاتحادية لأجورهم، منهم عدنان ومنهم عبد الحليم وعيسى السباح. هناك اشتكوا لأن لا توجد هناك أموال في النادي، علما أن الممول الرئيسي قد ذهب. لا أدري ماذا يحدث في النادي، يعني قد ذهب. قالوا لي الممول الرئيسي كابتن ذهب. كابتن رحموني، هل ستبقى في الأردن أم ستعود؟ نحن الوكيل قال لنا انتظروا في الأردن، لا تخرجوا من الأردن بدون ما أقوم بالإجراءات اللازمة. نعم. السؤال الأخير كابتن رحموني قبل أن ننهي لقائنا، هل لك أن تطلعنا على إجمالي قيمة العقد بينك وبين نادي الرمثة؟ إجمالي العقد هناك السنة كاملة عقد، يعني إلى غاية نهاية الموسم. القيمة المالية 2018-2019. أنا أتحدث عن القيمة المالية بشكل إجمالي. القيمة المالية؟ نعم، إذا ارتأيت أن تخبرنا. $10,000 شهريا. نعم إذا كابتن رحموني المدير الفني لنادي الرمثة، شكرا جزيلا لك.